موسى حداد يلتحق بأولاد نوفمبر. مشاهدينا الأفاضل سلام الله عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا العدد الخاص، هذا العدد الذي أردناه وقفة تقدير، وقفة إجلال وعرفان بالجميل لفقيد الساحة الفنية الجزائرية المخرج الكبير موسى حداد. موسى حداد مخرج رائعة عطلة مفتش طاهر الذي أثر قلوب الجزائريين بهذا العمل الرائع، والذي هو اليوم يكسر قلوب الجزائريين عندما يرحل عنا ويلتحق بالرفيق الأعلى. ولا نملك إلا أن نردد تلك العبارة التي تنزل السكينة في قلوبنا، لله ما أعطى ولله ما أخذ. موسى حداد فارقنا أمس ويوارى الثرى نهار اليوم، ويلتحق بالرفيق الأعلى مخلفا وراءه مشوارا فنيا يستحق التأمل ويستحق أيضا التكريم. تابعوا معنا هذا البورتري للزميلة شهرزاد ينون. J'espère l'année prochaine pouvoir récompenser de nouvelles productions cinématographiques. أيقونة سينمائية جزائرية يغيبها القدر بعد عطاء كبير كلل بأعمال أصبحت مرجعا في السينما الجزائرية. موسى حداد يغادر إلى الأبد تاركا حزنا لدى كل من عرفه، وهو الذي لطالما زرع البسمة والفرح في قلوب الجزائريين من خلال أعمال كوميدية لاقت نجاحا في بداية السبعينيات. البركة يا بابا، مبروك مبروك يا سيدي شريف، مبروك، الله يبارك فيك. على غرار عطلة المفتش طاهر، في عام 1830 فرنسا هجمت علينا، منا كنا نستناوها من الشرق جاتنا من الغرب. فضلا عن إخراجه لفيلم حسن طيرو في الجبل. موسى حداد كرس جزءا كبيرا من مشواره السينمائي لتوثيق الثورة الجزائرية. فعمل كمخرج مساعد في فيلم معركة الجزائر الذي نال الجائزة الذهبية في مهرجان فينيسيا عام 1967، كما أبدع بإخراجه لفيلم أطفال نوفمبر عام 1975، وهو العمل الذي يعد شاهدا على نضال أبناء الشعب الجزائري في سبيل استرجاع الحرية. حرق بلوز كان آخر فيلم أبدعه موسى حداد عام 2012 عن الهجرة غير الشرعية التي انتشرت في أوساط الشباب، وظل كذلك يعبر عن هموم وآمال أبناء وطنه إلى أن توفي عن عمر ناهز 82 سنة. رحم الله فقيدنا موسى حداد. إذا من رفقاء درب المرحوم وما أكثرهم يحضر معنا اليوم في هذا العدد الخاص، على يميني السيد أحمد بن عيسى فنان ومخرج مسرحي، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا. نعم، ويحضر معنا أيضا السيد أحمد بجاوي سينمائي وباحث. مرحبا بك معنا سيدي. شكرا. نعم. شكرا. إذن أكيد أنه الساحة الفنية فقدت أحد رموزها وقام من قاماتها الفنية اليوم المخرج موسى حداد، يعني مخرج بثقل المخرج موسى حداد ربي يرحمه، أليس كذلك؟ نعم نعم، الحق ضيعنا عملاق من بين العمالقة اللي أثرت على السينما الجزائرية. هو ظهر صحيح، ظهر مع كاسبا فيلم اللي كانت شركة خاصة كانت تقوم بإنتاج إنتاجات مشتركة، دو بيستولي بور سيزار ومعركة الجزائر. معركة الجزائر كان مساعد ثاني، ولكن برز في هذا الفيلم شيئا فشيئا. في البداية كانت الفرقة، كانت طاقم، أنا عشت التصوير تاع الفيلم، كنت في السينما كان ذاك، كانت الفرقة الطاقم الإيطالي تغلب على الطاقم الجزائري، وموسى حداد عرف كيفاش يفرض نفسه، فرض وجوده. وصبحوا بعد شهر من التصوير
ما يقدروش يعملوا أي حاجة في الجزائر بلا ما يلجؤوا إلى موسى حداد. هذا الشيء يدل على أن قدرته للتماشي مع الأوضاع والقدرة الفنية نتاعو اللي كانت عالية وأثرت على الإيطاليين، برغم أن الطاقم تاع الإيطاليين كان قوي جدا. إذا تكون مع بونتي كورفو، مع جيلو بونتي كورفو، وجيلو بونتي كورفو يعني لحتى نهاية حياته هو يشكر ويرد الاعتبار لموسى حداد. قال موسى حداد يعني كان من الناس اللي كنت كانوا يساندوني وكنت نعتمد عليهم، ما يمكنش باش يكون في معركة الجزائر في هذا المستوى بدون ما نذكر الدور تاع موسى حداد. إذن أثر عليه هذا الفيلم، ولما نرى مثلا سيجارات بورالي، سيجارة لعلي، ولا كان الفيلم الأول نتاعو هنا في التلفزيون في 71، ثم أبناء نوفمبر، أولاد نوفمبر، أولاد نوفمبر، لأن في البداية كانت هو أولاد نوفمبر جاء مر عطلة المفتش طاهر، يعني جاء بعد الاستقلال، أكيد بعد الاستقلال. لا ما نظنش، نظن باللي المفتش طاهر جاء من بعد جاء في 76 وهذا في 74 في الحق 76. كان في في 74 لا، لان كان برمج باش يطلع في باحتفال الذكرى ال20 لاندلاع الثوره المسلحه في نوفمبر. ولكن كان موسى حداد معروف ب شويه التباطؤ في تحضير الافلام الى اخره. الفيلم ما خرج الا في 75. كانت المفتش طاهر، ومن بعد عمل اولاد نوفمبر، ومن بعد عمل عطله المفتش طاهر. نعم عطلة المفتش طاهر جات من بعد. نعم هذا هي. إذا أول فيلم كان سيجارة لعلي، لا غير دي جون، حرب الشباب. يعني كان دائما الشيء اللي يتميز به موسى كان يهتم بالشبيبة، وخاصة من الفئة تاع الأطفال، كان يحن على الأطفال. كان يشوف الأطفال في السبعينات كأنه يرسل، يدفع رسالة للرأي العام الجزائري، يقول لهم احنا في السبعينات لازم نبنيو الجزائر لهذا الأطفال، وننساو شوية، ماشي ننساو الماضي، ولكن نرتكز على الماضي باش نبني للأجيال اللي راها صاعدة، اللي راهم عندهم كما عمر بن صافي اللي كان عنده الدور الأساسي في أولاد نوفمبر، هو اللي يرمز على المستقبل تاع الجزائر. يضع البصمة الخاصة به، لأنه كان مساعد مخرج في معركة الجزائر، حب يعمل العمل الخاص به وبالرؤية تاعه وبالرموز اللي هو يحب يدرسها. هو الشيء اللي يتميز به موسى حداد بالمقارنة مع المخرجين الآخرين اللي عرفتهم، اللي انتجتهم، تعاملت معهم، كلهم كانوا الأغلبية منهم ريفيين، من أصل بعيد والقريب ريفيين. هو كان جزائري، كان قصبي، إنسان تاع مدني. إذن السينما تاع موسى حداد تجري في مدن وفي شوارع، والأغلبية من الأفلام كما الدورية نحو الشرق إلى آخره تجري في الريف. كان يتميز بهذا البسمة هذه. ولما نشوف، لما نرى من جديد، انا شفت العشرات من المرات، شفت الفيلم اولاد نوفمبر، ابناء اولاد نوفمبر، وكتبت عشرات من الصفحات في هذا الكتاب على السينما والثوره المسلحه. الحين ولوا لهذا الكتاب ونتناولوه، اسمح لي بعد ما نشوفوا لقطات من معركه الجزائر. هذا الفيلم لو حاضر معنا، واللي عمل فيه المخرج المرحوم موسى حداد كمساعد مخرج. Thank you.
معركة الجزائر من أجمل الأعمال التي جسدت الثورة التحريرية الجزائرية، واللي عمل فيها المخرج المرحوم موسى حداد كمساعد مخرج. جميع أعمال المخرج موسى حداد الله يرحمه يعني كانت تعكس ارتباطه بالمجتمع الجزائري وتبنيه للقضايا الجزائرية، وانت شاركت معه في عملين. كيف كان التجربة هذه؟ أنا دبار بالنسبة للحصة هذه نعزي عائلته اللي هي قريبة ليه، وكذلك عائلته الفنية. نعم، عائلته الكبيرة هي العائلة الفنية. أنا كنت في المسرح الوطني 65، وهو كان الوقت هذوك يتفنيو في لاباطي دالجي، كانوا عدم ما بداوش قالوا كاستينغ تحضير. طلب مني الله يرحمه سالي باش يروح عندي الكاستينغ على لي لابوانت. انا خفت داير، درت منيح باسكو ابراهيم حجاج كان صعيب صعيب، ما كنتش ربما نقدر نتحكم عليه، لكن الظروف جات من بعد حتى هذيك هي 74 74 طلب مني باش نشارك في الفيلم تاعو ولاد نوفمبر. وكما قال هو كان هذا ما يمنعش الفتره هذيك ما كناش نتلاقى، هو انسان كانسان تاع ابداع ايمانمون سي انتريسابل، كان متعلق بكثير الفنون سواء في الرسم ولا في الموسيقى ولا منا وحتى لا بروكونت، لانه هما زوج، واحد راه جاري العربي هذا مشلف، وكانوا مشتركين مع بعض فيما يخص جمع التحف. جمع التحف، وكنا نتلاقاو ساعه ساعه من بعد مع بعض الرسامين كيما بوردين كيما، حتى جاء الوقت في ولاد نوفمبر وزعني في ولاد نوفمبر. وهذه ولاد نوفمبر كان يتكلم عليها، كان مهتم كثير كثير بالشبيبه الشباب داير، حتى الان حتى لاج هذا تاع 81 كما يقول لك لو كور ني سوي با مي ليسبري اي توجور اي سون اسبري. والدليل المواضيع اللي دائما يتناولها في افلامه كلها خاصه بالشباب، كما نشوفوا لا باتاي دالجي، نشوفوا لو بتي عمر لو جون اللي لعب في 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 ولاد نوفمبر. مراد بالنسبه لي سي سي لوي سي ما كان مراد سي اون كونتينيتي مواصله مواصله. ف ف كمخرج ولو كان كما حنا نقولوا كونفونسيونيل كونفونسيونيل، لكن يعرف السينما، يعرف لا بي سي تاع السينما، لكن كان متفتح متفتح بالنسبه كي يكون يتورني، كان يمد أهمية كبيرة للممثل. جو راكونت اون انيكدوت صارت لي معاه في ولاد نوفمبر، عندما في ولاد نوفمبر يجيو يقولوا لي ودي خوك مروان هو اللي راهو حركي، كان يوسف الصحراوي ديريكتور لافورتو وهو يريكلي لي ليمير وكلش، كنا محصورين في طابلة. حس بيا بلي جيت قال لي بن عيسى في 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 تسون. حسيت انا بلي لازم نوض من الطابله هذيك ونروح لافنات جمع ديطاج لافنات ولا حاجه اخرى. قال لي تولا في اكسبري، قلت له حسيتها غنصعيط ليوسف الصحراوي قال له شونجي ليكليراج. كان متفتح، كان يتعامل كثير مع الممثل، يتقبل الاخر، انسان اكاديمي من ناحيه كتابه السينما كما نقولوا كريتور سينماتوغرافي، لكن كان يمد اهميه كبيره كبيره للممثل. والتجربة الثانية هي آخر فيلم، آخر فيلم حين تحطوا عليه في آخر لكن البرنامج، لأنه كان آخر عمل فني له لا يرحمه اللي هو حراقة، حراقة بلوز. كان كنا نتلاقاو هي وين تدير فيلم واحد آخر، حتى جد حراقة بلوز كي فيلم نرفيو باسكو من ناحية بوان دو فيو، خاطر نوليو ليه نعاودوا نقعدوا مع أطفال أو
أولاد نوفمبر. قلت لي أنه كان يعني لبس في التسمية أبناء نوفمبر، أولاد نوفمبر، أطفال نوفمبر، علاش هذا اللبس؟ لأن كانت في الأول كانوا سماوها، كانوا جماعة على التلفزيون، تاع التلفزيون هذاك الوقت في الإذاعة والتلفزيون الجزائرية لايطير، كان عندهم واحد الرؤية بالنسبة للمصطلحات كانت أكاديمية. هما قالوا له الترجمة تاع العنوان هي أولاد نوفمبر، أبناء نوفمبر، أبناء نوفمبر بالعربي الفصحى. شيء هو قال لهم رحنا 10 سنين بعد الاستقلال، وكانوا المستعمرين والقور كانوا يعيطوا للأولاد الصغار تاع الجزائريين يا أولاد يا أولاد يا أولاد، هذه جات من ذاك الوقت يا أولاد. وهو حب يخلي هذيك البسمة لأن دور الأحداث ودور هذه الحكاية في أثناء الثورة المسلحة ودور الأطفال في أثناء الثورة المسلحة، حب يخلي هذيك الربط السحري اللي بقى مع الماضي، عطى له جذور، عطى له عمق. يعني مرات كلمة سيمانتيقيين تدفع إلى الواقع. الشيء اللي نقدر نقوله على أولاد نوفمبر هو أن ذكر سي أحمد، ذكر يوسف صحراوي. يوسف صحراوي كان لعب دور كبير 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 معه. أنا بالنسبة لي قارنت بعركة الجزائر اللي هو من نفس النوع، تجري الأحداث داخل القصبة في العاصمة، وأولاد نوفمبر نفس الشيء. أوكي، يوسف صحراوي كان عنده الكاميرا. كيفاش نقدر نقارن يعني باش نقيم الجوده تاع الفيلم اللي كانت رائعه جدا. انا بالنسبه لي من 10 افلام الاحسن في تاريخ الجزائر، في تاريخ السينما الجزائريه. ابناء نوفمبر، اولاد نوفمبر عندي في القمه. ولكن كيفاش تقارن بين الميزانيه اللي كانت تحصل عليها بونتي كورفو، الملايين من الدولارات، والميزانية تاع الفيلم تاع أولاد نوفمبر. أولاد نوفمبر كان ممكن 1,000,000 سنتيم ولا 2,000,000 سنتيم، والناس كانت تخلص بالساندويتش إلى آخره. والفرقة الفنية كان جيش كان يخدم مع بونتي كورفو، وكانوا 5 ولا 6 تاع الناس كانوا يدوروا مع يوسف صحراوي. كيفاش تنظم الشوارع، كيفاش تنظم لا فيغوراسيون، الممثلين الثانويين إلى آخره. ولكن رغم ذلك تشوف كيفاش الكاميرا متحكم عليها يوسف صحراوي، ويمشي مع عمر يتبعوا في الدرج. كاين بلان سيكونس تاع واحد 5 دقائق الكاميرا ما تحركش، واحد الجوده كاليتي ميتريز. لا لا نو سولمون بون نهضروا على مساعدات، مي سي اون ميم طون عمل جماعي كان جماعي. يكونوا يوسف صحراوي كان باسك لي ديفيسيل دو كورير دون لا كاسبا، في الدروج تاع لا كاسبا والكاميرا وكانت ثقيله الله يبارك هذاك الوقت. تو في لاستوس الى رونفيرسي لوبجيكتيف، ستادير اوليو دو روغاردي كوم سا الى في لوبجيكتيف ريغارد كوم سا. كانوا يبدعوا، كانوا ابداع، كان ابداع، كان ابداع، كان ابداع. وكان نقول لك حاجه يعني بالمقارنه الى دخلنا في الميزان هذا الفرق الكبير، هذا السد الكبير اللي كان موجود بين الميزانيات والامكانيات اللي في التلفزيون وعند بونتي كورفو. نقول لك يعني موسى حداد نعتبره احسن مخرج تقنيا، تقنيات والوسائل المواد يعني اللي يعتمد عليها مخرج، كان احسن مخرج تقنيا في تاريخ السينما الجزائرية. يزيد غران تكنيسيان دو لا غيليزاسيون. يزيد حاجه اذا كان ممكن، قبيلات كنت في المقبره تكلم لي واحد قال لي يا ودي لي فاكونس دو مفدش طاهر دخل بزاف الجمهور. قلت له نقول لك حاجه قبل ما نلحقوا العطله في مفدش طاهر وحنا نتكلموا على اولاد نوفمبر، كي لا ننساو حتى من اجل الاجيال القادمه هذه اللقطات. باش هذا سي كومبليمونتير سكو جو دير. تفضل. سيد قال لي ودي الفاكونس لاسبكتاتار دخل كثير من الجمهور. قلت له لو كان على ليبوك والو فين هذاك تلفزيوني، ولكن سي دو سينما، ربما غير الفورما يختلف، الاخر 35 والاخر 16، مي سي دو لا جيلاتين. قلت له لو كان لا بروف للان
كي يجوز سيت الفيلم عنده سكسي. لو كان هذاك الفيلم زون لا بريزونس ديسبري وكان الناس تفكر وغونفلاوه اون 35 وبعثوه للصال كان يدير اكثر من داكشي طيب لقطات من فيلم اولاد نوفمبر حتى لا ننسى. ما نقدرش على حساب الجرح ما نطولش. عمرك وقت روح الكافي دي سبور سقسي على زياد مدهم له ليه قول له محمد اللي بعثني. هيا قفز قفز أولاد نوفمبر فيلم رائع من روائع المرحوم موسى حداد واللي راح تقدروا تشاهدوه لو حبيتوا على قناة كانال الجيري في هذا المساء. سي حمد بن عيسى وهو يشوف هذه اللقطات وحنا نشوفوه بالأبيض والأسود شحال عنده التصوير هذا في 66 لا في 76 شوف ما بين البروجي ولا أنا بالنسبة لي هذا ما تال 75 هذا تقديم الفيلم في الشاشة صح دونك طلع في 75 ولكن التحضير بدأ في 72 وشفناك في هاد اللقطات تشفى على ظروف تصويرها. ظروف تصوير هبلته خطرة كي نكون ندخل القهوة هذا الفيلم أولاد نوفمبر الفيلم يقولوا لي هي هوريزمون سي أحمد ما كانش القيس هذاك كمدير الإنتاج سينو كان جوري فاندي لاباش كان يدير لي أن بروسيدر نبيع في روحي ما نعرفش شكون مدير الإنتاج. هذاك سي دي شارجور دو 60 متر جوي في فيدي فرغت له شارجور أونتي تاع 60 متر في الخروبة كي ندخل قال لي بن عيسى عندك اون سول بالا بلون وهذا مروان يلعب خويا سي ان اونسيان كوندوني ا مور دونك ما دخلتليش في البال نقتل خويا 60 متر ياك 60 متر سي خمس دقائق خمس دقائق ولا بيلوكيل كنت شاب علاش باسكو الكاميرا ما تقدرش تشغل بزاف باش تكون خفيفه ما يقدرش يعمل نشاط كي نجبد الكابوس ندير هكذا باش نقول الحوار نهضر مع خويا مروان نقول له مروان في الحقيقه كان واحد يكثر خوه نخرج من النص نعم ويضحك الله يرحمه وسع يضحك بصح بالنسبه ليه غادي نحبس تخسر فاهم وي مي على شاك فوا نعاود له حتى ولا الله يرحمه وسع عليه بن عيسى درت هذو الزوج درتها لهم هكذا بهدية شون دي سوفينير وهو واللي قطع في زعما يا مومون دوني سا توندي با باف سيتي اون سيل بال انكدوت نعم الله يرحمه ويوسع عليه. اذا سي احمد بجاوي انت يعني كنت مدير انتاج في الفتره اللي انتج فيها قلت لي اربعه افلام اولا حسن تيرو في الجبال في الجبل مع رويشد ذاك الوقت كان مسلسل في البداية كان مسلسل قال لنا رايح نمد لكم 6 لقطات ومن بعد ولات 3 لقطات على كل حال الفيلم هذا مع رويشد بعدين عمل معايا تحدي
كان مع كومي اللي هو اللي كان يمثل الدور، والشباب اللي ذاك الوقت كان كنا فكرنا في احمد بن عيسى ولكن كان مشغول. انت كان عندك التزام اخر، كان عندك نوت تورناج وما قدرتش تعمل الفيلم. جاء عيطنا لاكومي، سيدي احمد اكومي الله يذكره بالخير. بعدين عملنا حرب التحرير، الحرب التحريريه ليبراسيون. كان الفيلم الثاني هذا طلع في 84 82 في الاحتفال تاع الذكرى الذكرى العشرين للاستقلال، الاستقلال اللي 5 جويلية طلع في 82. وبعدين عملت معاه اقتبسنا مسرحية لسليمان بن عيسى، مش أحمد بن عيسى، سليمان بن عيسى، بوعلام زيد قدام اللي تسمى من بعد لشريط الفيلم. هذايا كان جميل جدا، جميل جدا. قام بالإخراج نتاعو موسى حداد، وعادة يعني سليمان بن عيسى يقول باللي الفيلم ديالي فيلم المسرح، ممكن المسرحية دياله، ولكن الفيلم اللي موسى حداد. موسى حداد كان صاحب الفيلم، يعني عمل واحد الفيلم من نوع وستير نتاع الكلام، مواجهة، مواجهة بال 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 بالكلام، مش بالسلاح، ولكن شوف زوج من الناس اللي كل واحد يمثل الماضي وواحد يمثل المستقبل. شكرا. مع ارسلان لا ماشي ارسلان، كان عمر قندوس، عمر قندوس وسليمان بن عيسى، وسليمان بن عيسى هما اللي يمثلوا. وقام بواحد الاخراج ان فيه ممثلين فقط يعبروا على الصحراء وما فيه لا ديكور لا والو، فيه شريطه هكذا يطبعوا فيها. يعني اعتمد على النص، يعتمد على النص ولكن على الإخراج، لأنك على الزوايا تاع التصوير الأخير. أنا كنت يعني شفت كاين الناس اللي جاوا للتلفزيون آنذاك من الخارج من مهرجانات كبرى وشافوا الفيلم، يعني كانوا تفاجئوا بالجودة تاع الفيلم. فيلم على يعني مش ما بقاتش مسرحية، ما بقاتش مسرحية، بقى أصبح طلع فيلم من أرفع ما يكون. وهذاك التأثير تاع تروا بيستولي بور سيزار والافلام اللي كان مساعد فيها لوستر ايطاليا اللي كان مساعد فيها، رجعت التقنيات نتاعو، رجعت له في ذاك الوقت. هذول الاربعه افلام، وكنا يعني علاقتنا كانت قويه جدا. كان هو الانسان يحب العدل، ما يحبش الحقره. عمره ما قبل باش يشوف واحد محقور وما يتدخلش. كان رغم انه ما كان يتدخل بلطافه، ماهوش انسان عنيف ولا انسان هادي، ولكن ما يحملش الحقره. فكانت العلاقه نتاعنا قويه. وكنت واحد النهار جاني واحد المخرج قال لي كيفاش انايا نعمل فيلم في شهر وموسى حداد يبقى 7 شهور في هو يصور في الفيلم. قلت له شوف انت كي تعمل فيلم في شهر الناس يشوفوه في التلفزيون ينساوه النهار اللي من بعد، وموسى حداد بعد 15 سنه اعماله تبقى خالده. والله غير هكذا قلت له، وشوف التاريخ صادقني. قلت له بعد 20 سنه 30 سنه موسى حداد يبقى في التاريخ. لانه كان يعرف يلعب على الوتر الحساس تاع الجمهور رؤية. الجزائري، وكان صادق ثاني اليس كذلك؟ درت معاه من الناحيه هذه، درت معاه كذلك الكاميرا كاشي ومع حاج رحيم. مع حاج رحيم، حاج رحيم اللي كان في التمثيل في هذاك الوقت وكان مساعد لموسى حداد. كان هو المساعد المفضل لموسى حداد. ومن بعد اخرج حاج رحيم، ومن بعد هذا الشيء اخرج الكاميرا كاشي. هو خرج الكاميرا كاشي، وانا انتجت فيلمين دايما الله، خذ ما عطاك الله دايما الله، ولا ليسان الله ليسان. وهذيك الكاميرا كاشي هذه سي كونتينيتي اللي درتها معاه. كان هو خطفوني في لاري دي دوش مراد راك في الواقع ولا قدام الكاميرا. رمضان ما فاتتش، فاتت 10 سنين من بعد باش فاتت. الله اكبر. 10 سنين. وكيفاش كان يعني يتفاعل معها الجمهور؟ حبها قوي. حبيت برك ذلك المقارنه دائما تكون تفيدنا. قارنا ما بين الامكانيات اللي كانت موجوده في القطاع السينمائي والقطاع التلفزيوني. كانت الجوده في القطاع التلفزيوني رغم ان الامكانيات كانت ضئيله جدا، الجوده كانت ارفع بالكثير. نشوف مثلا، خليك عند هذه النقطه ماذا بيا نستقبل مكالمه هاتفيه. تفضلي. من عند صديق المرحوم موسى حداد، جمال بن ددوش، مرحبا بك معنا. جمال، مرحبا بك معنا في هذا العدد الخاص، ونعزيك ونعزي نفسي ونعزي كل الجمهور الجزائري وكل الجزائريين.
في موت الفنان، في وفاة الفنان موسى حداد. جمال، أنت كنت صديق المرحوم، ويعني تربطكم صداقة منذ الطفولة، مشي برك المهنة، أليس كذلك؟ أنا مستعجب كيفاش عرفته أولاً باللي موسى كان يعني صديقي، وكان وكنا يعني سيغري كنا اونيتي تو تونسوب، كنا كامل سود. نعم هي ماشي صعيبة، لأنه كبرنا كيف في حومة واحدة في التليبلي. أنا قبل ما ندخلوا التلفزيون كنا دابور نتعرفوا في التليبلي، ومن بعد تعرفنا من بعد خدمنا كيف في التلفزيون. طيب ربما أنت يعني أقرب شخص يقدر لموسى حداد، وتقدر تحكي لنا عليه إنسانيا، كيفاش كان إنسانيا؟ كيفاش كان يعني سلوكه في الحومة؟ متكبر، يحب الناس، متواضع؟ أنا نعرفه بلي الإنسان عمره ما كان يتكبر، عمره ما كان هو كان يعني كيف تشوفه كي تشوفوا دائما واش راكم لاباس بخير، ويضحك، وكان انسان قلبه محلول، وماشي هذاك اللي مغلوق ولا هكذا ولا لا انسان يعني اللي يعرفوا يفرح به، قول هذا فريمون هاد الناس هادو ما كاش بزاف الناس اللي عندهم قلب محلول. وانا موسى دائما الصوره اللي عندي بتاعو انسان واش انا صباح كومون سافا بيان تري تري بيان فوالا فوالا موسى هادئ. موسى سيتي سا يعني هذه في دور الكومبورتمون في كان هكذا في ما يخص الخدمه، راكم تعرفوه الأفلام اللي يخدمهم يعني موسى كي كان يعمل فيلم ما شاء الله. موسى سيت ان كرون بروفيسيونيل، ان تري كرون بروفيسيونيل، يعني هذه حتى واحد من ينحيها له. إي لا با دوني، سوكي لافي سي باسكو نو نافون با، نو نافون مالوروزمون با دوني كنت حابين تعطوا اكثر، لانك انت تاني كنت في التلفزيون الجزائري سي جمال بن دوش. ماذا بكم لو كان درتوا اعمال اكثر وقدمتوا اكثر، لكن الشيء اللي قدمتوه على عيننا وراسنا، ويعطيكم الصحه وكلنا اكيد. وتحيه ايضا لسي الغوتي بن دوش الاخ ديالك، اللي ايضا هو في المجال. غادي نوصل يعيشك. شكرا سي جمال بن دوش، ربما عندك حاجه تحب تضيفها. بارك الله فيكم. انا مدنيا حاجه السينما يرجع لنا كما كان زمان ان شاء الله، يا يعني ربي ان شاء الله. ان شاء الله على ربي يرجع لنا كما كان، وباش خاطر نخرجوا من هاد المكان اللي عارفه باللي ما نتلاقاوش ما نشوفوش، ودرك احنا نتلاقاو ونشوفوا غير في نعم ان شاء الله ربي يقوي المناسبات يعني السعيده. سي جمال بن دوش مناسبات كولتورال ان شاء الله، يا ربي ان شاء الله ربي يكثر المناسبات السعيده. شكرا لك سي جمال بن دوش، يعطيك الصحه. تفضل حبيبتي. نهايه البشر كذلك سيتي كلكا بلان بلان ديسبوار مورال تال يكون هابط يطلع كان انسان ايجابي. سي حمد ايليتي بانون بلان ديمور، كنا نعيطوا له الطلياني. علاش المخرجين كاع تصيبهم زهوانيين؟ يحبوا يعني النكته. المخرجين يعني كاع اللي درنا عليهم هكذا اعداد كما حاجه عبد الرحيم قال كان يحب النكته بارتيكولي من الناحيه هذه. هذه بارتيكوليتي سيرتان كرياتور من الناحيه هذه با توس. انا نظن انه الانسان لما يتفتح تو سي زامي براتيكمون سيتي دي جون دو مو كيما رشيد معزوزة بلان دي مو الله يرحمه، رشيد بن علال، علواش، رشيد بن علال اللي كان يعني مسؤول على التركيب في فيلم عطلة المفرش الطاهر. سيتي با كلكا كومون دير دو بوبليك كي تي تو لو دور مي تو فوا با وي tu vois pas machine ça me hora na 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 il était d'une discrétion qui m'a goulot total il avait quelques amis من ذا مي انا فقط بلي son espoir d'ailleurs il est porté vous allez voir si vous allez
parler de Haraga Blues, la façon dont il a traité le thème du Harag. Mandour متفائل. Ouais, il le fait venir. كان في عمره أكثر من 70 سنة في نهار عمل حراقة بلوس أكثر من 70 والأحداث الدور دائما على الشباب كان مازالوا شاب في دماغه في ذهن تاعو كان عنده شبيبة وكان مرتبط بهذيك الروح هذيك ويتناول إلا المواضيع اللي عندها علاقة مع الشبيبة كانت واحد لسان بهي راشدين معاه في حراقة بلوس في الوقت اللي الشاب هذاك يولي من الخارج يتليفوني لما يتليفوني يتليفوني البابا قلت له ودي حنايا في الناس الام اولا قال لي لا نبدل قال لي بوكو با لو بير قال لي قال لي يبروبوزي كان يبروبوزي دي شوز او نيفو دو 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 سي فري دو دو ليكريتور المهم ليسبوار هنا اون لو فوا وحرقة بلوز رسالة أمل متفاعل دائما مرتبط بالتفاعل يعني وهذا شوفي حبيت أنا نصح بعض الشيء اللي مقبول عند الجمهور يقول لك لي فاكونس لانسبكتور طاهر عطلة الانسبكتور طاهر دخلت مليونين من المتفرجين في السينما هذا رقم قياسي طبعا ولكن لما تعدى الفيلم ابناء نوفمبر مثلا ولاد نوفمبر في الشاشه كانوا 5 ملايين من الناس شافوه ومن بعد كل مره كيجي عاود 5 ملايين اذا نقدر نقول باللي ولاد نوفمبر ولا الافلام الاخرى اللي تاع موسى حداد اللي جازت في التلفزيون بعض منها وصلت الى 20 مليون متفرج دوكا احنا يقولوا في الشارع يقولوا لنا احنا باقي دائما في هذا المقياس تاع الدخول في السينما ولكن يبقى انه على مدار عقود من الزمن اهدى المتفرج الجزائري اجمل الاعمال هذا هو وثاني الارتباط مع الجمهور الواسع في التلفزيون هذاك الوقت كان عنده وعاه ذهبي صحيح ولكن كان متفتح على الجماهير وكان فن شعبي والمخرجين كانوا متواضعين الطموح نتاعهم مش باش يروحوا لكان ولا يروحوا للمهرجان لما يطلع الفيلم والناس يحكيوا معاهم في الشارع الغدوه كانوا متفائلين ويتبسموا ويكونوا هذا هو يعني الشيء هذه القوه هذه اللي كانت موجوده ولكن نذكر ايضا بان الافلام ذاك الوقت كانت تجري بالوسائل السينمائيه ما كانش بالفيديو لان الفيديو ما كانش موجوده دخلت في 74 كانت بالفيلم دارت سينما قبل فرنسا يعني قبل ما تكون كانال بلوس ما داروش افلام سينمائيه باتم معنى الكلمه افلام سينمائيه لو فورما يتبدل 30 ولا 60 وحنا نهضوا على الافلام عطلت مونتاج ديفلوبمون افلام يلا نشاهدوا مع بعض لقطات من عطلة المفتش الطاهر انسبكتور من حق لك تريتي له اميريتو في واحد البلاد فين الريتي عاود هو وكفلي في وسط الطريق او كرب كرازيتو انا امتي ريتي ادروات اميريتو في واحد البلاد راني نقول كريتي ادروات هاد راكش لك ما ريتيش هاد انا راني سيرفيس ما كان لا سيرفيس لا والو ريتي ادروات ولا تنبل علي ارواح انت حبسها اسمع يا انسبكتور ريتي راك تعدي تاع القانون راك تسمع واش يقول صاحبك ما راك شاهد معلوم راني شاهد ما خلانيش واش نقول هاد انت وسي قلت عليا ها على رتك ريتيك وتهبط سيت سويت اوي ما لا يقول الحق يخرج من البلاد اتنسيون هاو تسكت تعب برانات لا هذاك ما خص عاودت لنا اللي يدير حمالتي اش عرف قال لكم ليسونس على حساب طابلو بقى واحد 6 ولا 7 ريتلات ما راني نحل لكم الطريق وانت كي خلاص ليسونس نفهم معاك هدنا اللي هيك روح بالعقل يا سبكتير روح بالعقل كيفاه كورتيج هذا حتى خبر كورتيج حنا ولا جا كورتيج ولا
صاحبي عجب 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 صاحبي وفي ما تعلموناش عجب وما تخرطوش وما يفعل ما تعلموناش خسارة عاسي كيف هند براسي انا يا صاحبي وكاش نعملو ضرب هاكولي كاش نعملو ضرب هاي كورتيجا صاحبي عقب على بس نوجد روحي 10 دقائق صح اخويا صح اخويا صح اخويا صح قال خير يا سيدي العلمات علقوهم وين جابوا سمعش ليا في الشارع في الزنا في الجامع وفي الامير علقوا وين جابوا هيا اقصد عمرو اللي دري قاعد على مال سمعت يا سيدي هاك لكم ماشي هكا سيدي الرئيس دعوه ما تمشيش نقول لك الحق اما سيدي الرئيس واش نقول لك كما قلت لك مزيان سي عبد القادر خبرني انا عم خبرني بالتليفون بلا وخذيت مسؤوليه انا وحدي خذيتها ما خفاكش باللي مير من اجمل الاعمال اللي بقات خالده وبقى المتفرج الجزائري كل ما يشوفها وما يكرهش منها ليس كذلك سي احمد بجاوي نعم هذا الفيلم هذا الفيلم الوحيد اللي قام باخراجه في خارج التلفزيون راح للديوان القومي للسينما بامكانيات ارفعها الى اخره ولكن الفيلم هذا تشوفوا في الطيارات تشوفوا في اماكن مختلفه الناس كل الجزائريين شافوه وعاودوا له اثر كثير على الكوميديا الجزائريه وكما قلنا قبل قليل بصراحه اليوم سون سانسور اليوم كرام يجوز ما فهمنا والو راه يجوز درك بعض الافلام اللي شافوها رشيد بن علال اللي شارك في تركيب هذا الفيلم اللي شاهد في تركيب هذا الفيلم وحضر معنا على المباشر تحيه كبيره لك وايضا نعزي وك سي رشيد بن علال في صديق العمر وصديق المهنه سي موسى بن حداد مرحبا بك معنا النور سي بجاوي على كراك اهلا اهلا سي رشيد بخير الله يخليك قولي لي اختي ما شويه انت سيزي بار لي موشن باسكو سي أنا حاسة بك أنا حاسة بك فيها حاجة ورغم هذا يعني سبغيك مكتوبة ولكن باش نقول لك باللي أنا كنت فكر على موسى حداد باسكو كان صديق كان حبيبي كان قريب من العائلة تاعي تومنا توسا أنا شي نذكر على موسى حداد سي نهار جا ليا وقصدني كانوا عندي 26 سنة قصدني قال لي رشيد انا حبيت نخدم معك وحبيت توصل لي التركيب تاع الفيلم عطت مشطار كانت لي فرصه انكرويابل تاع عمري ما ضميتها باسكو في ذاك الوقت في السبعينات وين جيم يقول لك سي بجاوي في السبعينات المسؤول التركيب تاع الفيلم يكون عنده 50 سنه مينيموم مسؤوليه 26 سنه وجاتني فرصة باش نخدم في فيلم اللي كانوا معدول كانوا كاع الناس يخضروا بالعين الناقصة فقال لك فيلم سان في فيلم سان في ديمور سان في مادي حتى نعد مع بعض السنين اللي فاتوا ويتو عاد لو فيلم كي رابورتي لو بلوس دارجون دون ليستوار دو سينما ناسيونال وش حبيت نعبر تاني صديقي نشوف الوضعية تاع الفنانين صديقي ناخذ الفنانين ولا السينمائيين صديق السينمائي اللي عنده إنتاج كبير يوصي 5 أفلام في حياته أنا نتمنى إن شاء الله صديق نتمنى إن شاء الله كو يحبوا لا برودكسيون نتمنى إن شاء الله كو الشيء اللي عانيناه حنايا في وقتنا في وقت الانالوجيك نتمنى الشباب باش يشجعوا الانتاج تاع الافلام وكما انقصر مع موسى كان يقول لي يا رشيد انا ما يهمنيش مهرجان كان ولا فينيس ولا سندانس ولا حاجه اللي يهمني هو الفيلم تاعي يتوزع في النجمه ولا في القاعات تاع السينما وباش نكمل على الشيء اللي حبيت نضيفه انا نتمنى ان شاء الله التلفزيون تاعنا تجوز لنا مليون كاع الاشرطه اللي وساهم موسى حداد ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله يعطيك الصحه ان شاء الله نعاودوهم يعني في الاوقات القادمه ان شاء الله
شكرا لك. ويعني كنت تقول بلي ما كاش الامكانيات، لكن رغم هذا قدمتوا اجمل الاعمال وابدعتوا، يعطيكم الصحه. وما علينا غير اننا يعني ننحني اجلالا وتقديرا لكم، يعطيك الصحه سيدي. اذا ما زلتوا معنا، وهذا العدد الخاص بالمخرج المرحوم موسى حداد. انت يعني عايشت هذه الفترة اللي كان يبدع فيها وأعطى أجمل الأعمال السينمائية، وشنو هي في رأيك المقومات اللي يعني صقلت الكاريزما تاعه كمخرج؟ مقومات سواء بيئية ولا ميوله ولا يعني إيمانه يعني بهذا الرسالة اللي كان يقدمها. هو موسى حداد كما قلت لك كان يتميز بالتواضع، تواضع يعني مبالغ تاعو، ماشي انسان كان دائما ينظر الى الاخر، ينظر الى الشباب، ينظر عمره ما يحكي على نفسه، ما يبخلش. ثانيا تعلم السينما، ما تعلمهاش فقط في معركه الجزائر، تعلمها بالممارسه اليوميه. كان دائما يكمل فيلم يبدا فيلم، عمره ما يتوقف ولا يروح للصحافة ويبدأ يبخل ويبدأ يقوم بإشهار ذاتي. كان يخلي الناس تحكي على الأفلام تاعه. هو كي تقول له على الفيلم اللي مضى مثلا ابناء نوفمبر، يقول أولاد نوفمبر، يقول لك احكي لي على الفيلم اللي جاي، وباقي ساكنه وباقي متخبط لحتى يطلع السيناريو وبعد يغير السيناريو. وكان حاجة اللي كان يتميز بها شيئين، الأمر الأول هو أنه كان عنده قدرة تقنية في الإخراج، أن كان تقنيين كما يوسف الصحراوي يعرف في الكاميرا، ولكن هو اللي كان يسير كل الفرقات التقنية والإخراج، التقسيم الفني تاع اللقطات، كل لقطة كيفاش يطلع السيناريو إلى آخره. هو كان عنده السيناريو، كي توصل نهايه الفيلم، انا كان يجي مضي للسيناريو، من بعد في النهايه السيناريو تغير تماما. لان الامر الثاني يجي كما قال السي احمد بن عيسى، كان يعتمد على الممثلين. الممثل كي يشوف الممثل مضيق، يقول لك هذا الحوار هذا ما دخلش معاه، ما يقدرش يمشي معاه، رايحين نغيروه. يقول الممثل مثلا حسن الحسني ولا واحد اخر، يخليه يحكي ومن بعد يدخل الحكايه هذيك في يخلي ثانيك الارتجال، بعد النصبه من الارتجال. كل هذا الشيء هذا الحب نتاعو للممثلين. كاين نوعين من المخرجين، المخرج اللي يقول لك ان الممثل لازم يجي للبلاطو يقرا السيناريو ويطبق ما كتب في السيناريو وبس. هو يقول لك لا، انا نبني كما السينمائيين كما جون رينوار ولا فيسكونتي، ولا نبني عندي ممثلين من دم ولحم، راح نتبعهم وهما اللي راح يجسدوا، يعطوا هذيك يجسدوا الشخصيه ويجسدوا الفيلم ويعطيوا روح لهذا الفيلم. اذا هذا هما السر تاع موسى حداد، هذا هو. وثاني الشيء الامر الثالث هو اللي تكلمنا عليه، هو انه ما ينظرش الى الخلف، دائما متفائل ويشوف الامام، ويقول لك الشباب في 74 اللي كان 10 سنين بعد الاستقلال، بعد في حراقة بلوز، الشباب تاع اليوم اللي راهم علاش راهم يحرقوا، ويتضامن معاهم، ما يحكمش عليهم، ما يقولش هذا الشاب راهو غلط. هو عنده يمشي معاه ويحاول انه يفهمه، وحتى الغلطات نتاعو يتبناها. اذا كان يعني نمباتي مع ما كانش عندنا سيناريو في ولاد نوفمبر، كان عندنا سليمان مقارصة، سي دي باش. كان يكتب بالكاميرا. جاب دي باش لا برودكسيون. بلي دي باش دار ولاد نوفمبر. يعني والمواقف كانت وحدها تتشكل. بصح في الإخراج ما كانش مثال كما هو، ما كانش في السينما الجزائرية. خدم نقول لك يعني كاين الناس اللي يعرفوا يخدموا ويحضروا سيناريو، كلش موجود محضر مسبقا. هو اللي كان يبدع في البلاطو، وعنده واحد القدره باش يبدع وباش يطلع اخراج بتقنيات معتبره اللي ما كانش مثيل له. وايضا كان مواكب لعصره، يعني لما تشوف افلام السبعينات والستينات، بعد تشوف افلام الثمانينات والتسعينات، ماد ان
تحلف تقول داروا شاب تاع 20 سنه فيلم تاع مادين غراس ان جون بروديكتور سي لي بروميير برودكسيون بريفي تاع ان جون بالعباس كما يسابلي بواتي لا هونديكابي مسكين يعني ظهر هذاك الفيلم ظهر في واحد الوقت يعني كان حاجه جديده على الجمهور الجزائري كيما التحدي اللي درناه مثلا معاه تحدي على العائله الجزائريه في 82 شاف بان مع القانون تاع المراه هو حب يحكي على القانون تاع المراه غير بطريقه غير مباشره شاف بانك هناك في 82 المجتمع الجزائري بدا يتغير بدا من الداخل بدا يتغير وبدات المراه تفرض نفسها ومع عراقل كثيره ولكن بدات تقاوم ضد هذا العراقل والفيلم يعني طلع كشاهد لهذه الفتره هذه الزمنيه من المجتمع الجزائري كان ينظر الى المجتمع الجزائري وشد عليه واخر اعماله كانت حراقه بلوز حراقه بلوز ايضا اللي قلت لي يعني كان نظره تفاؤليه للشباب فينومين الجزائري فيما يخص هذو الحراقات دونك سي تا سوجي كما حنا نقولوا موضوع تاع وقتنا هذا تاع اليوم ولكن هو ما راحش بصفه كما احنا نقولوا بيسيميست بالنسبه للسوجي تالمون كما اللي كنت با ما يحكمش عليهم ما يحكمش على الشباب يقول كاين ظروف كاين ظروف لكن يحاول انه يوجههم في النهايه كيرجعوا هو ضد الحرقه ضد الحرقه يقول لك راني فاهم هاد الناس هادو ولكن الحل تاعكم راهو في البلاد ماهوش من الخارج فوالا هذه هي اذا انسان ملتزم انسان كما قلت ما يحبش الحقره ما يحبش يحب العدل ملتزم دائما كان مع المحفورين بالك رمش هي اسمها في بعض الاصدقاء كان القاعات تاع حواليه وهذا الاصدقاء اللي كنا حابين يكونوا معنا في هذا اليوم لكن ما يسون كريتيك ولا نطح عليه بالنسبه لي شويه لكن انتقلنا في بعض الدشرات اون كابيلي درنا دي بروجيكسيون بلانير لي فامي وكلش ما تقدريش تصوري لا رياكسيون توتالمون انفيرتي جيتي لا ايزون ادوري لو فيلم شوفي ال 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 شحال 2014 كان 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 اكثر من 76 سنه تجول على كامل البلاد يعني كان بعض السينمائيين يقوموا باخراج فيلم وبعد ينساوه ما يروحوش للجمهور هو كان يروح للجمهور كان شويه تعبان ولكن خدع على نفسه وراح لكل قرية نقدر نقول مدن وقرى بروكسيميتي كيفاش تسمي الترافاي دو بروكسيميتي القرب عن قرب ضيوفي الأعزاء يعني لازم ساعات وساعات 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 باش نختصروا المسيرة تاع أنا حبيت برك في النهاية نترحم على روحه ونكون عندي فكرة لزوجته أمينة اللي هي فحلة كانت قامت وقفت معاه وما زال هي تواصل ونحييها نعم واكيد وانا نزيد حاجه لحطها اليوم في المقبره قلت لواحد صديقي دفنوه قدام يماه خطر يبان كرواي موا كان واحد الكاتون ولا سانتون دايرين به تاع الدراري نعم شوف 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 موسى حداد ستبقى في قلوبنا بأعمالك بتواضعك بسلوكك اللي كان يعني مثالي ربي يرحمك أكيد أننا لن ننساك وإذا تناسيناك فأعمالك تخلينا نتفكرك ربي يرحم موسى حداد شكرا لكم ضيوفي الأعزاء ابقوا على خير شكرا